اهلا بيكم معانا من الفاصل. ودلوقتي بقى فقره مختلفه الحقيقه، معانا كاتب وروائي، وهو كمان معروف على السوشيال ميديا بفيديوهات لذيذه جدا ومختلفه، يعني فيديوهات قصنونه كده بس فيها كده حاجه مختلفه كده بتضحك قوي وفيها كده رساله صغنونه. معانا النهارده الكاتب والروائي يوسف عماد. اهلا بيك، اهلا بحضرتك، منورني. وده نورك، انا مبسوط والله ان انا معاك النهارده. احكي لنا بقى، انت ابتديت تكتب كتب من وانت صغير قوي، من وانت عندك كام سنه؟ 18. 18 سنه، بس هي ما كانتش كتب يعني، ده كانت اول حاجه كتبتها كان الساعي. دي كانت مجموعه قصصيه كده، كنت بلعب يعني، كنت بكتب قصص في خيالي يعني، عندي خيال واسع شويه، فحبيت لا ان هو انا في لعب عن لعب بيفرق. بس انا ملاحظه يعني اللعب بتاعك اتجاه جميل انك بتكتب. بالظبط، بس كنت بجرب حاجه جديده يعني، كنت بجرب ان يعني انا خيالي واسع شويه، فقررت ان انا اكتب قصص، فكتبت مجموعة قصصية اللي هي الساعي. تمام. دي أول حاجة خالص. دي بقى يعني قصص، المفروض قصص تعليمية، واشرح لي أكتر. ما كانتش تعليمية على أساس، على قد ما هي كانت قصص لتسع أشخاص أنا اوريدي قابلتهم في حياتي، فكنت كان العامل المشترك ما بينهم كلهم إن الحاجة اللي هم وصلوا لها عن طريق الساعي أكتر. وقتها كان بقى في الترند بتاع التنمية البشرية والموتيفيشن سبيكنج والحاجات دي كلها، فانا كنت حابب ان انا مع الخط ده يكون في خط تاني، إن مش الموتيفيشن بس لوحده ولا التنميه البشريه لوحدها، المهم انك تشتغل او انك تعمل حاجه او انك تسعى تتحرك، فكانت القصص بتتكلم عن ده اكتر. بس الساعي اول واحده، اول روايه. بالظبط. ودي ما شاء الله عملت مبيعات حلوه جدا. هي دي اللي شهرتني يعني في الاول، هي دي اللي خلتني اتعرف يعني. بس ما شاء الله. انت بعد كده عملت كتبت كام كتاب؟ قعدت بقى بوتيره بقى ثابته، ان انا كل سنه عندي بروجكت بشتغل عليه. قعدت كتبت بعديها المبهج، وهي كانت تكمله للساعي شويه. وبعد كده اربع عيون، وبعد كده نسخه مرممه، ده وقت الكوفيد في 2020، وبيت القبرصي، وبعد كده مسرح حيدر اخر حاجه. ما شاء الله. شكرا. بالنسبه لك بقى، مش هسالك افضل كتاب يعني، اكيد بالنسبه لك كل كتب مفضله وليها واقع خاص، بس اديني خيط كده عن التسلسل بتاعك. يعني هي كتب معانا على الشاشه، ولكن اديني خيط كده عن تسلسل افكارك. انت اشمعنى من كتاب لكتاب؟ اهدافك، رؤيتك، يعني دي نبذه كده. هقولك، انا الفكره كلها ان انا كنت بكتب اصلا، او بدات اكتب ليه، علشان كان هدفي عموما ان انا اخلي الناس اللي ما بتحبش القرايه او ما بتقراش انها تقرا. انا كنت في وقت من الاوقات انا بحب القرايه جدا، فعايز كل الناس اللي حواليا تكون بتحب القرايه كمان، فحاولت ان انا اشوف ايه الحاجات اللي بتخلي الجينيريشن زاد دلوقتي، او لو اخر جينيريشن يعني ما بيقراش ليه. نفسي الناس بس تعرف يعني ايه جينيريشن زاد، لان هو اخر اللي هو الناس هي بتبقى في كذا جينيريشن، زي جينيريشن واي زاد دلوقتي الفا، لو الناس اللي اتولدت بقى بعد 2012، الناس بقى اللي هي خلاص الاي اي هيبدا ان هو يكون هو ده المستقبل بالنسبه لهم. لا مش بالتواريخ طبعا، مش في الحته دي عشان ما اقولش حاجه غلط. يعني انت في جينيريشن زد. انا المفروض المفروض ان انا جينيريشن زد. اوصف لنا كده جينيريشن زد، اللي هي مواصفاتها، كان هي مواصفات الناس اللي ابتدت خلاص بعد اول مرحله المراهقه بتاعتها، ابتدت يبقى في حاجه اسمها سمارت فون، فابتدى يكون في فيسبوك وانستجرام وتيك توك. تيك توك ممكن يكون في الجينيريشن اللي بعدينه اكتر، بس احنا يعني لحقناه برضو في الاول يعني. في تواصل اكتر على السوشيال ميديا، مش في الواقع، مش زي الاول الناس كانت بتقعد مع بعض، دلوقتي لا، احنا اغلب كل الحاجات اللي احنا بنعملها تقريبا على التليفون، فاحنا ظهرنا مع ظهور السمارت فون. ايوه. فخلاص ما بقاش في الوقت اللي انت ممكن تقدر تمسك فيه كتاب عشان تخلصه او تقرا عموما يعني. فالفكره كلها يعني اللي هو بيشرحه بس سريعا، ان في فرق ما بين كل جيل يعني. في جيل بتاع زمان اللي كان بيقرا وكده وعنده وقت ويقعد مع الناس يركز والكلام ده، في جيل بعد كده اللي ابتدى بقى الموبايلات وكل الحاجات اللي تطلع دي، فبقوا انسحبوا اكتر جوه السوشيال ميديا والحقيقه، فبقوش مع الواقع قوي، بقوا مختلفين. الجينيريشن اللي بعدها او الجيل اللي بعده دلوقتي ده بقى، ده اظن مشفوط جوه يعني، مش لاقينه اصلا يعني، هو تقريبا مش موجود معانا بعقله، هو موجود في السوشيال ميديا جوه. اخر جينيريشن مش السوشيال ميديا بس بقى، خلاص في دلوقتي في اي وفي ار وفي حاجات. أيوة كتير إيه جدا. بقى؟ لا ان هو خلاص، هو ابتدى دلوقتي في ميتا بقى يعني، هو ده بقى الجيل اللي هيعيش في ميتا، ان هو يكون قاعد في البيت
موجود في مدرسه افتراضيه، الناس اللي هتعمل تمرين وهي قاعده في البيت عشان هي موجوده دول مش في جيم. دول مش هيعيشوا. الحياه بالنسبه لهم كلها هتكون عباره عن نظاره في ار والحاجات اللي في ايديها اللي هم بيحركوا بيها كل حاجه. يعني دول يعني احنا نعتبر يا جماعه اخر جيل عايشين، الباقي مش عايش. لا خالص، هو كل جيل كل جيل وهيكون فيه الفوائد بتاعته. يعني هو احنا في الاول احنا برضو بنكون مرعوبين من يا نهار ازرق ايه اللي هيحصل بعد كده وبتاع، بس مع الوقت هتلاقي ان لا الانسان بيحاول يوظف الحاجات دي بعد كده للحاجات اللي هتفيده. يعني احنا برضو في الاول خالص كنا بنترعب من التلفزيون مثلا، في ناس كانت بتعتبر ان ده شيطان، وفي في قرى حرقت التلفزيون والراديو علشان شايفين ان هو اختراع شيطاني يعني. ايوه طبعا. وبعد كده ناس استغلت ده كويس جدا، بتتفرج مفيش بيت مفيش تلفزيون ولا في راديو يعني. وبعد كده ابتدى التليفون، الناس برضو كانت مستغربه الموضوع ده وان ده حاجه مش صح وهتدمرنا صح. وبعد كده ابتدى يكون في فوائد، وبعد كده السمارت فون، ودلوقتي الاي اي برضو والفي ار. الانسان برضو بيخاف من المجهول عموما اللي هو لسه هيجي مش صح. عارفين فيه ايه، بس بعد كده احنا بنوظف ده كويس يعني. بس طيب اللي انا محتاجه اعرفه بقى، انت كمان مش بس دخلت في حتة كتابة الروايات والتسلسلات الجميلة اللي انت عاملها، انت كمان ابتديت في السوشيال ميديا صح؟ وتقول فيديوهات هادفة تضحك لذيذة. لا مش هادفة، مش هادفة. لا لا هادفة. ازاي اسلم على خطيبي؟ اقلب اضرب. لا لا خالص مش هادفة. لا بنهزر عادي. انا وقت الكوفيد في 2020 كنا قاعدين فاضيين، ما كانش في اي حاجة خالص نعملها، احنا كنا قاعدين في البيت انا واسلام اخويا. فقررنا ان احنا ما يعني عايزين نعمل اي حاجه في الدنيا يعني، خلاص احنا معانا وقت كبير قوي، فتعال نهزر يعني، تعال نعمل اي فيديوز نهزر نضحك يعني، نعمل اي حاجه يعني تمام. وفي نفس الوقت وقتها كله بقى ابتدى ان هو يستخدم التيك توك بقى والريلز ظهرت والحاجات دي كلها، فهزرنا وضحكنا فلقينا الموضوع بيفايرل، الناس حابه الموضوع ده. وفي نفس الوقت ده فادني في نقطه الكتابه يعني، الناس اللي كانت بتيجي من الريلز والتيك توك والهزار والحاجات دي كلها بعد كده بيكتشفوا ان انا كاتب. انت كاتب بجد؟ انت بتكتب؟ بتكتب ايه كذا يعني كذا. يعني اذا الفيديوهات دي فادتك في انها تجيب لك امور صح؟ اكيد طبعا طبعا اكيد، اكتر من لما انت كنت بتكتب. طبعا طبعا اكيد. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. هو ده الغرض بتاعي اصلا من الاول يعني، انا الفكره كلها معايا. ايوه ده معنيه ان الناس يعني يعني خلاص دماغها بقت بس اورينتد على السوشيال ميديا، ما بيبصوش بقى مين بيكتب ايه ولا ايه. الفكره كلها ان هو في الاول في الاخر انترتينمنت يعني، هو حتى الروايات برضو انترتينمنت يعني، الروايات لحد ما هي حاجه انا بقراها عشان افصل من الواقع بتاعي يعني. احنا الحقيقه عمالين يقولوا لي في فيديوهات حلوه بتاعت السوشيال ميديا عايزين نشوفها، ايه رايك؟ لا انا ماشي، انا بتكسف من الحاجات دي بصراحه. بس لا 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 نعرض على نار الكسف في سلام. انت اصلا يلا نتفرج على نفسي بصراحه. ماما انا بس مع اصحابي مشوار، هجيب حاجه ساعتين ساعتين بالكتير وارجع على طول. ماشي. قلت اقول لك بس عشان الموبايل فصل ولا حاجه. بقول لك ايه، انا سبت البيت تليفوني هقفله ومش راجع تاني، تعرفت على اصدقاء سوء وعرفوني على المخدرات مش راجع تاني. لا 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 لا. بص ايه ده، هو ده سنه واحده، هو ده اللي بيطلع من وانا اول فيديو انا يعني فهمت ان لما انت بتبعت رساله الام دايما بتاخدها بطريقه اكستريم بالظبط، يخوف اكتر يعني. بالزبط. هو قال حاجه والام سمعتها بطريقتها بقى المختلفه. هي الفكره كلها في الفيديوز دي اصلا ان هي مش يعني ما فيهاش جوك يعني، هي مش 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 جوك على قد ما هي انت بتعمل حاجه الناس كلها مشتركه ما بينها الموضوع ده، فما بيشوفوا يقولوا ايه ده احنا كمان بيحصل معانا كده يعني. هي مش 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 كوبينيا على قد ما هي مواقف بتحصل معانا احنا كلنا بس. وانت بتبرزها بتبينها. مش طريق. هي مش جوك يعني، هي اللي بيضحك فيها مش جوك خالص، على قد ما هو ان احنا كلنا بيحصل معانا نفس الموضوع يعني، كلنا امهاتنا بيعمل معانا كده، كلنا اصحابنا مش عارف بيعمل معانا كذا، فهي حاجات بتبقى مشتركه، احنا كلنا انماط شبه بعض يعني. ايوه ايوه انا عارفه طبعا يعني، زي مثلا ماما انا كنت بفكر اروح مش عارفه ايه هتروحي؟ أيوة. يا ماما انا قلت انا بفكر انا ما رحتش. بتتنقم على طول ان انت في كارثه بتحصل لها بالظبط. بتتكبر كده بالظبط، فهي الفكره في كده. طب قول لي انت اصلا شخصيتك خجوله جدا، فيعني حتى ما كنتش عايز نعرض الفيديو. لا ما بحبش اتفرج على نفسي بقى، بحس ان في نرجسيه زياده قوي كده. طب انت ازاي لا بتقدر تعمل الفيديوهات دي وانت كده؟ بصورها طبعا، ما انا ببقى لوحدي ما بقاش معايا حد. انت بتصورها لوحدك يعني وخلاص ما تبقاش عايز تشوفها، تنزلها وما تشوفها؟ لا بشوفها قبل ما انا انزل، انا اللي بنزل بقى نفسي فخلاص، بس ما فيش حد بيتفرج عليا مثلا وانا قاعد بصور يعني، ما اعرفش اصور في الشارع مثلا
يعني بتكسف جدا اصور في الشارع حاجه او ان انا اصور في مكان فيه ناس كتير ولا حاجه، فهو في اوضتي وفي المكتب والحاجات دي وخلاص. جاي لي سؤال حلقش. شرير جدا. اتفضلي طبعا. اتفضلي. مستعد؟ اتفضلي. اكيد. ماشي. احنا لايف صح؟ ايه؟ احنا لايف صح؟ ايوه. اوكي. تجربه الثانويه العامه كانت عامله ايه معاك؟ تمام. انا عايز اقول لك على حاجه بجد، دي من اكتر الحاجات اللي سبحان الله يعني زي ما بيقولوا رب ضاره النافعه. انا كنت جايب مجموعه وحش جدا، يعني كنت جايب مجموعه عادي مع احمد حلمي. عادي جدا يا جماعه والله العظيم بجد. انا عايز اقول لكم النوابغ كلها والله عادي كلها مش شرط تاخد فتره في الدراسه والله عادي فعلا. صح، جبت مجموعه وحش قوي، بس انا لان انا فعلا ما كنتش بذاكر، انا فعلا ما كنتش يعني كنت بعمل حاجات كتير قوي وقت الثانويه العامه. انا كنت بشتغل في حاجات كتير جدا وكنت بحاول اعرف حاجات كتير وحاجات كده، فانا فعلا كنت مقصر يعني، انا قصرت بجد. أوكي. بس كنت عايز انجح يعني، انا كان الغرض بتاعي ان انا انجح بس، يعني ما ينفعش اسقط، ما ينفعش اشيل مواد، ما ينفعش اعمل الحاجات دي، انا عايز انجح وبس. فانا وصلت لهدفي الحمد لله يعني. نجحت بس نجحت بس نجحت قد. نجحت على قدي شويه. فبس ده بقى اللي حصل معايا، ان انا بعد ما جبت المجموعه ده جبت 57%. فكان الناس كلها بقى ابتدت تتكلم على السوشيال ميديا، يعني حد كده ابن حلال يعني قال ان ده يوسف جاب 57% وعامل كتاب الساعي وده حاجه، لا وان دي حاجه كويسه يعني، ان الثانويه العامه مش نهايه بقى المطاف، وهو كاتب اهو كويس وكل حاجه وما تيأسوش يعني والكلام كده. فكان بيدي بيها المثل يعني. فده والله انا شايفه كده يعني فعلا. مش قياس، الشاطرين قوي على فكره بيطلعوا مش شرط يبقوا شاطرين في حياتهم يعني. دايما نلاحظ فعلا الشاطرين قوي 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 في المدارس بيطلعوا عادي. لا انا كنت شاطر مش والله، كل انا يعني بس بنلاحظ ده دايما اللي هم بالعكس مش شاطرين في الدراسه تلاقيهم نبغات بعد كده في حاجات تانية. انا يعني انا كنت شاطر قبل كده يعني، قبل ده كنت شاطر، بس قبل ما اتسحل بقى في ان انا اعمل حاجات تانية فوقتها بقى ابتديت ان انا اعمل في ده. بس هو سبحان الله النتيجه دي او المجموعه ده يعني هو اللي خلاني اتعرف يعني، هو اللي خلاني اتشهر اصلا يعني. الناس لما ابتدت تتكلم على ان ان يوسف جايب كذا 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 وعامل كتب بس وعامل مش عارف، قلت لهم يا جماعه والله كنت شاطر قبل كده بس قبل كده بس. فبقيت خلاص انا عارف ان انا كل سنه في وقت نتيجه الثانويه العامه في ناس بتضرب بيها المثل في حاجات كتير كده. بقى في بقى اشغال، انت اشتغلت كام حاجه كده احكي لنا. لا كتير قوي، انا كنت انا بحب اجرب ولسه لغايه دلوقتي بجرب، ودلوقتي باخد ورش تمثيل وبتعلم بيانو وبعمل يعني بعمل حاجات كده. ما شاء الله مالتي تالنت. بحاول بحاول اجرب يعني، بحاول اجرب حاجات. فانا قبل كده كنت بجرب حاجات كتير. طب ايه الشغلانات اللي اشتغلتها؟ اشتغلت في فتره من فترات جرافيك ديزاينر، اشتغلت في فتره من فترات كنت بوصل جوابات، فمش جوابات اللي هو الخطابات اللي بتوصل من الشركات لمكاتب ناس وحاجات كده. وكنا بننظم ايفنت في وقت كبير. يعني انت خدت من كل مجال نبذه حاجه. اكيد طبعا. وقعدت فتره كبيره كنت بشتغل في الماركتنج واشتغلت بي تو بي في الماركتنج، واشتغلت مع هيئات صادرات كبيره في دول ما شاء الله يعني صادراتهم بمليارات ولا حاجه. فالحاجات دي كلها ادتني بس فكره ان انا ببقى شايف بقيه الحاجات كلها عادي يعني. اشتغلت في حاجات كويسه ومع ناس في حاجات صعبه. فاللي انا بعمله دلوقتي ده انا بلعب يعني، بستمتع بيه اكتر من ان هو شغل شغل يعني. بس وكمان كنت بتصلح اجهزه. كنت بصلح اجهزه. بوظ ايه؟ كنت بكسر كل حاجه. خالي اهو معاكم هنا، ده هو اللي معلمني الاي تي. كنت بكسر له، كنت ببوظ له الاجهزه بتاعته يعني. خالي سعيد باشمهندس سعيد هو اللي اهلا وسهلا ازي حضرتك اهلا وسهلا. هو اللي كنت ببوظ له ثلاث ارباع الاجهزه يعني. يا نهار ابيض. عشان تتعلم عليها اكيد. ما انا بسطب بقى الويندوز وبتاع، وبعد كده اروح دايس على الزرار اقفله، فنعيد بقى من الاول. فعيد بقى من تاني بس. فكنت كارثه يعني. قول لي انت الكتب بتاعتك كنت بتشاركها في معرض الكتاب؟ انا كل سنه بنزل بروايه جديده في معرض الكتاب، وان شاء الله باذن الله يناير اللي جاي المعرض اللي جاي في روايه جديده ما شاء الله. فده الوقت يعني اللي بننزل فيه بروايه جديده يعني. ما شاء الله. واضح ان البيت عندك هادي، مفيش اخ بيغلس عليك ولا في اسلام بس في ايه؟ في اسلام. عنده كم سنه؟ اصغر منك؟ في اسلام وفي احمد وفي يعني ده في ما شاء الله قاعدين سايبينك كده هادي قاعد بتكتب. لا بكتب بره، بكتب بره البيت، ما بكتبش في بكتب شفت انت وقعت برضه بيت ايه لك ما ينفعش يبقى معايا اخوات قاعدين في البيت بيسيبوه حاله. لا لا بقعد اكتب بره البيت، ما بكتبش في البيت بصراحه، الموضوع صعب. فلا بروح اقعد في مكان هادي او بقعد في المكتب بتاعي وبقعد في سماعات في ودني واقعد اكتب براحتي عادي جدا. قول لي اهدافك الفتره الجايه او امنياتك ان شاء الله. ده احنا عارضين فيديو اللي هو معرض الكتاب صح؟ ده معرض الكتاب وقت الكوفيد تقريبا اثناء التوقيع في 2020.
ده بقى كان جاي بعد شوقة بصراحة يعني، كان بعد ما المعرض اتلغى وبعد كده اتعمل في الصيف. ما شاء الله كل دول جايين يقروا كتب وعارفينك. لا ده كده وقتها ما كانش في حد، ده وقتها كان اصلا وقت الكوفيد ما كانش حد بيروح. ده وفي العادي ما شاء الله زحمة دي وكده ما فيش حد. المعرض اللي بعديها اللي هو 2022 تقريبا، وقت بيت القبرصي. هو بيت القبرصي هو في معرض 2022 كان اكتر كتاب مبيعا في معرض الكتاب. ما شاء الله معرض القاهرة. ما شاء الله بجد. فلا معرض الكتاب الحمد لله احنا بنقابل فيه ناس جميله يعني، الناس دي كلها بتجيلي من اماكن كتيره جدا، فبيبقى العيد بتاعنا يعني، ده الحج بتاع كل سنه بنروح نشتري كتب ونبسط ونعمل ونقابل الناس ونوقع كتب، فده بيبقى موسم بتاعنا يعني، ده بتبقى حاجه عظيمه بالنسبه لي يعني، وقت بستناه من سنه للسنه يعني. طبعا. بس انت بالنسبه لك اكيد ليك ايدلز في الكتب يعني، مين اللي بتحب تقرا لهم؟ اكيد طبعا. لا بقرا لكل حد بيكتب كويس، اي حد خد من وقته وكتب حاجه انا بحترمه جدا وبحترم ان هو يعمل حاجه كويسه. في ناس مش معروفه وبتكتب حاجات جميله جدا، ممكن حد يجي لي يديني روايه وهو دي اول حاجه لسه في حياته وسنه صغير عادي جدا واقراها الاقي تحفه. والناس الكبيره وانا اتربيت بقى على الكتب بتاعتهم، فزي دكتور احمد خالد توفيق طبعا، وانا صغير كنت بقرا ما وراء الطبيعه ولسه بشتري لغايه دلوقتي، لسه من شهر اللي فات جايب كتب لي من وراء الطبيعه، اعداد ما كانتش عندي. استاذ احمد مراد طبعا هو استاذي، هو اللي علمني السيناريو، اتعلمت معاه السيناريو من سنتين او ثلاثه. وناس كتير، استاذ محمد صادق ده عندك مكتبه مهوله في البيت. انا دلوقتي بعمل في شقتي مكتبه جديده، فدي تقريبا اكتر حاجه هتكلفني، لان انا عندي كتب في كل حته، عندي كتب على السرير، عندي كتب في الدرفه تحت الهدوم تحت الشماعات، عندي كتب على الكوميدينو، عندي كتب. انا متخيله وتفك الواحد يخش يفتح الدولاب يلاقي كتب كلها. في كتب نازله والله تحت كده فعلا في كل حته، وفي دراج فيها كتب، وفي في المكتب تحت كتب، وفي نيش قديم كده متكسر حاطين فيه كتب برده، فاحنا عندنا حاجات كتير يعني. بجد يا يوسف انا فخوره بيك. شكرا. يوسف حميد شخصيه جميله، شخصيه ملهمه لناس كتير، ايدل يعني فعلا، مثال رائع لشباب اليومين دول. بجد انا فخوره بيك، مش بس عشان كتبت كتب، مش بس عشان، لا انت كمان يعني اشتغلت في مجالات كتير وكونت نفسك، فانت عندك صوره رهيبه لمجالات كتير واسعه، تقدر تبني الشكل اللي انت عايزه بعد كده من خبرات، مش بس مجرد انت بتكتب قصه وخلاص، لا انت خبراتك اهلتك دلوقتي انك كمان تدي ده للناس بصوره مختلفه، بتبقى بيرسبكتيف او 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 زوايا مختلفه في الحياه الواحد بيكتسبها بس لما الواحد بيرتقي بالمعلومات والخبرات اللي بياخدها في حياته. ده شهاده يعني كويسه جدا من حضرتك، وانا والله بيشرفني ان انا كنت مع حضرتك النهارده، وكلام حضرتك ده بسطني جدا بصراحه. الله يخليك، انا اللي سعيده بيك. خير الناس بجد حقيقي. شكرا. من علم الناس. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، واشوفكم بكره ان شاء الله من 4 ل 5 باذن الله.